انا ربنا خليني كده يا باشا، دماغي تتهز بسلي الناس يمكن، بس انا زهقان بصراحه. لف بقى ومشاوير وفرهضه، واحده تركب لوك 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 فتصدعني والزحمه تعصبني. معلش يا باشا، يعني ساعات بتجيلي كده حاجات يعني، معلش. يا بيه انا الزحمه بتتعبني والملل بيقتلني. اصل اخوك كلب غنى عصام الهو، نجم الاغنيه الشعبيه والتراب هوب. اسمعك حاجه؟ لا. يبقى تسمع. تبقى معدي ما تهوهوش علي، الها قصي ودي بوزاي حي. تبقى معدي ما تهوهوش علي. انت هتجري يا جماعه؟ انا قلت اسمعك الموهبه بس يا باشا. عارف من كام يوم كده ركب معايا شاب باشمهندس كده، قلت له اسمعك حاجه، قال لي لا. جزيت عليه سحبت من ودنه السماعه. ايه بقى يا كوتش بتسمع ايه؟ ايه اللي شغلك يعني على عصام الهو يعني؟ قال لي بسمع بوديو. طلع ايه بقى بوديو ده؟ ابلكيشن عليه بودكاست، برامج صوت بس يعني لا مؤاخذه، كوميدي تلاقي، كوره تلاقي، افلام، مزيكا، وما يهلكش معاك في البوك. المشوار كله ما يكملش بتاع 7 ميجا، هتلاقي المشوار عدى ايه هوا. اسمعك حاجه؟ حلقه جديده ومهمه مع محمود السيد. تبقى انت ماشي في امان الله في الشارع كده، غصب عنك كسرت على واحد، تيجي ماكجايفر من داونلود بوديو من جوجل بلاي، اب ستور او من اب جاليري.